أهلا بكم. محليا نبدأ من بغداد مع الفيديو الأكثر تداولا مشاهدينا. بسبب أو بحجة التجاوز، قوة مسلحة استعانت بإطلاق النار وقامت بهدم المنازل على رؤوس ساكنيها دون أي إنذار مسبق بمدينة الكاظمية المقدسة. في فيديو أحدى الضجة وغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدوا معي. حج القوة اللي جتكم من مين؟ هو جتنا من الأمانة وجتنا ويا بلدية الكاظمية؟ بلدية الكاظمية زائد الاتحادية. شنو اللي صار من نجوكم حجي؟ اللي صار أول ما بلشوا بالبيوت زين، بلشوا زين على العوائل، زين وعلى العوائل. قلنا يابا عائلة بالبيت، قلنا كان ما يهمنا لا عائلة ولا شيء، أنت متجاوز. يابا أنا قاعد ببلد أنت متجاوز، إحنا آمنا بالله إحنا متجاوزين هسه. صرنا امر واقع متجاوزين، لكن احنا كنا ساكنين قبل التجاوز ندفع ايجار وعلى حسب الاخوه. زين انتم وين شفتوا هالفتره كلها اللي مضت؟ حجي صار اطلاق نار؟ صار اطلاق نار عليكم؟ كلكم تشهدون انه اكو اطلاق نار؟ صار اطلاق نار. ما بين المعترض وبين من يؤيد إزالة التجاوزات اختلفت الآراء. في انستغرام كتب رائد أبو علي يقول: يعني أصبح العراقي في بلد لا مأوى ولا صحة ولا تعليم ولا كهرباء ولا ماء ولا حصة تموينية، وين صايرة؟ تهدم البيوت على رؤوس أبناء وطن مليان خيرات، على الأقل انطوهم تعويضات ووفروا لهم أماكن بديلة. يعني الناس وين تنطي وجهها؟ داود سلمان قال: الدولة مقصرة، المواطن أبسط حق إلى امتلاك أرض أو دار، وللأسف هذا حق مصادر. كلنا مع رفع التجاوزات وبقوة، لكن مع إيجاد البديل للمعدومين الحال الحقيقيين ومع فرض العقوبة والغرامات على كل من تجاوز وهو متمكن ماديا. أما حيدر موفق فكتب: اللي يسكن بالتجاوز لازم يعرف أن الدولة لابد يجي يوم وتأخذه، فليش يطلع نفسه على أنه مظلوم؟ كنا مع رفع التجاوزات حتى لو بالقوة، مع إيجاد البديل والتعويض للفقراء. القانون فوق الجميع ودائما نطالب بتطبيقه، ومن يطبق كلها تعترض. والله حيرة.